الحمد لله، بركته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هيكون عن هنعلمكم ازاي تعرفوا الاي دي بتاعكم او تجيبوا الاي دي بتاعكم او معرف القناة من على الموبايل. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة ندخل على اليوتيوب، ماشي، ويدخل على القناة بتاعتنا. بعد كده زي ما شايفين في 3 نقط هنا هنتك عليهم وهيطلع لنا كده. احنا بقى هنختار الاختيار ده، ماشي. بعد كده هنبدأ بقى. زي ما شايفين هنا في صوت القناة هنتك عليها. بعد كده يطلع لنا شكل الاعدادات ده، هنتك عليه. ماشي. وبعد كده بقى في هنا عرض الاعدادات المتقدمة، هندخل عليها. وبعد كده بقى في هنا كلمة معرف القناة، وفي هنا معرف المستخدم. احنا بقى هناخد معرف القناة مش معرف المستخدم، ماشي. هنتك على نسخ. دلوقتي بقى احنا كده نسخناها. لو احنا بقى عايزين بقى معرف القناة ده هناخدها ونعمل لها بيست وخلاص. هيبقى كده معانا الاي دي بتاعنا. ولو مثلا عايزين نحتفظ بيه عشان ما نعملش كل الحاجات دي كل شوية، ممكن ندخل على اي ملف ونعملها بيست وخلاص كده. هيكون يعني اتحفظت معانا، ولو عايزينها هنرجع نعملها كوبي ونوديها البرنامج بس اللي احنا عايزينه، ماشي. وهو ده كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك والشير والاشتراك في القناة. زي ما انتم شايفين الخطوات سهلة وبسيطة جدا ومن على التليفون. وبس، مع السلامة.